لحراسة المرمى بشير بن سعيد على اليمين دراجر على اليسار الحدادي العيفة والطالبي وسط ميدان الصخير يعيدوني بن سليمان الهجوم المساكني حمزة رفيع وسيف الدين الجزيري تشكيلة النصور أمامكم خيارات إيقاف هون أوغوستين لحراسة المرمى أوكوي حارس سبارتا روتردام رقم 2 أينا رقم 12 سانوسي اف سي بورتو دراغاو رقم 22 أوميرو مين الكرة من جهة دراجر خطير الفريق النيجيري السخيري بالرأس المساكني وقاطر على الكرة ترجع خطيرة والمحاولة الأولى مباراة صعبة مرتقبة من أداء الهجوم الأقوى قلت جمهورية حط الكرة بنص العيفة ماتش القرحة والرجلة والبطوس سعي من الضغط أمامه حط ساقيك بعد كرة وترجع الكرة بصافرة القاضي السنغالي ماجتنداي هو في إصابة شلل لبس هذا هو السيمون موزيس سيمون أو سايمون بلغة الإنجليز دي نيجيريا الأمس موزيس يلف ويدور خطيرة مرت من الطاف الله يا الله يا مانع الأخطار يا ستار يا مانع الأخطار الثاني نخذوها يمشي النمس يوسف يوسف المساكني وفما خطأ للنصور وقرب لي شوية في الأخطاء مباراة كرة ثابتة ما نجحناش في التورنوا هذا على مستوى الكرة ترجع الكرة طبعا على اعتي بالراس جات سليمة ويني مراش فيها الكرة ويني مراش فيها وركنية رقم 17 في 13 دقيقة تقريبا هذه الخامسة ولا السادسة خطيرة خطيرة جدا والحارس برافو يا بشير برافو يا بشير يا بن سعيد حارس آخر يعملها كلاكات ويحطها ركنية الكرة هنا هنا يعمل توزيعة والدفاع حدادي والكرة للمنتخب النيجيري في خطأ موجود ضد يوسف لمنتخب نيجيريا خطيرة جدا وبرافو أنيس بن سليمان أنيس بن سليمان السخيري وفيها خطأ واضح خطا على اليس خطا موجود على اللاعب السانوسي لاعب اف سي بورتو يلعب الكره يوسف يوسف المساكني تمشي الكره يوسف ما تنجمش تعديه على الاقل كورنير كره ترجع للمنتخب النيجيري وراكم في السر حمزه رفيع اهرب حط معاه بدنك تحط الكره المنتخب التونسي وفي خطا في خطا لنصر كارتاج تسيير المباراه عجبني ما نعرفش الفنيين نتاعنا الملاحظين المدربين ولاد البلاد اخواننا في نرجع كره منتخب تونسي هيا بالراس اضرب ويني كره المنتخب التونسي سامحوني لما يتداخل الجلابيب كونغ طويله دراجر بالراس دون فوت ما غير خطا باهية وغربت له خرجت برافو يا الاولاد برافو ترجع الكرة المنتخب التونسي رجعت الكرة لتونس دفاعيا طليان حاول يمر بين اثنين ما يعديش تفادى الركنية يا ولدي والكرة للمنتخب التونسي سلامات 41 دقيقة لعب في الشوط يا حمزة يا حمزة شوت يا حمزة يا حمزة ردها عليه ان استطعت يا حمزة ويا حمزة ما تمركزش يوزع كرة تضرب في الدور شوت يمسك لجول واحد بلاش للنصور قدمناهم النصر النيجيري ريشوه واحد بلاش النصور تتقدم هدف عالمي يمسكني انا من سميتك النمس يوسف النمس يضرب كوي واحد بلاش لكرتاج واحد بلاش للنصور واحد بلاش لتونس الخضراء الله يا بلدي الله الله محلاك من وطن رغم كل الظروف والمحن هدي يا يوسف ضبطكم مش الكبرى تلقاها قلت لكم رانا قلاعه تطرح ممكن مؤكد ماناش قلاعه دي تروا وبطولات عيسى فوت الحكم عدى الفانتج ارجع برافو يا مقدار انت يرجع لخطا واحتجاج نيجيري الحمد لله هو رجع للفاول كان ممكن يعطيهم افونتاج وهذا الواقع وهذا المنطق لازم يعطي اسبقيه انظار على عيسى العيدوني ورد بالنا من نقص العددي مازال في الميدان حاط الكره تونسيه اضرب فيه
شوت شوت يمسك الجول. واحد بلاش واحد بلاش للنصور. قدمناهم قدمناهم النصر النيجيري ريشوه. واحد بلاش النصور تتقدم. هدف عالمي يمسكني انا من سميتك النمس يوسف النمس يضرب كوي. واحد بلاش لكرتاج. واحد بلاش للنصور. واحد بلاش لتونس الخضراء. الله يا بلدي الله. الله محلاك من وطن رغم كل الظروف والمحن. هدي هدي يا يوسف. تبتقم